بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدناكم هنراجع مع بعض جريد 3 الصف الثالث. النهاردة معادنا مع يونت 3 الوحدة الثالثة at the weekend فاضل نهاية الأسبوع. والخطوات اللي احنا متعودين عليها المين فوكاب المعاني الرئيسية، الجرامر القواعد النحوية، الفوناتكس صوتيات، اكسرسايزز تدريبات. أول حاجة عندنا الconversation المحادثة on the weekend. المس تسألهم بتقول له هانا what are you drawing، هانا what are you drawing، هاني what music are you listening to. بس الأول لما سألت هانا وقالت لها what are you drawing، ردت عليها وقالت لها I am drawing a cat، أنا برسم قطة. I love cats، أنا بحب القطط. راحت نادى على هاني، هاني what music are you listening to، ايه الموسيقى اللي انت بتسمعها. رد عليها هاني وقال لها I am listening to pop music it's very good، I am listening to pop music، انا بستمع الموسيقى الشعبية، it's very good، دي جيدة جدا. بعد كده راحت هنا قايله له I like drawing but I don't like listening to pop music، انا بحب الرسم لكن ما بحبش استمع للموسيقى. فراح هنا قايله لها Do you like collecting magnets، Do you like collecting magnets، انت بتحب تجمع المغناطيس. ردت عليه وقالت له Yes I do، Yes I do. دي كانت الكونفرزيشن بتاعتنا. نطلع منها بالمين فوكاب weekend weekend music music photo photo picture picture magnet magnet glue glue sports sports pop music song song cat cat bottle bottle coin coin string string paper clips paper clips nail nail pencil pencil scissors scissors king king. ديت كانت المين فوكابلر. بعد كده الفيربس الافعال اللي قابلتنا listen to take draw collect play like sing have pull push attract rebel. بعد الافعال بتاعتنا ناخد الكولرز الالوان white black red blue green yellow orange pink purple gray beige. وفي كلمتين على الجنب زي ما احنا شايفين لما بنيجي نستخدمه مع الالوان، كلمة dark لغامق وكلمة light فاتح. For example dark green light green، أخضر غامق أخضر فاتح. ده بالنسبة للجزئية بتاعت المين فوكاب. بعد كده نخش على الجرامر. الجرامر بيربط للأول الأفعال بالأسماء، يعني listen to مرتبطة بميوزك، take photos، draw pictures، collect magnets، play sports، sing a song، have لانش. ده الاساس اللي احنا هنمشي عليه. طب ايه اللي هو عايز يوضحه لنا النهارده؟ بيقول لنا ان احنا خدنا قبل كده ان طول ما في ام از ار اي فيرب هيجي بعديهم لازما يبقى اخره اي ان جي. طب الجديد عندنا كلمه لايك ولايكس اللي بمعنى يحب، زيهم زي فيرب تو بي، لو موجودين يبقى الفيرب اللي بعده لازما يكون اخره اي ان جي، زي listening to taking drawing collecting playing. يبقى ناخدها قاعدة كده في دماغي، طول ما في am is are like likes يبقى اي verb هيجي بعديهم لازم يبقى اخره ing. For example على سبيل المثال I am listening to music، he is taking photos، she is drawing pictures، it is eating fish، I like collecting magnets، هاني لايكس بلاينج سبورتس. دي بالنسبة للسنتنس الجمل العادية. بالنسبة للنيجاتيف النفي، بدل ما هي ام نخليها ام نوت، از نخليها ازنت، ار ارنت. كلمة لايك النيجاتيف بتاعها دونت لايك،
كلمة likes اللي آخرها S النفي بتاعها doesn't like. ده بالنسبة للنيجاتيف. بالنسبة للquestions الأسئلة، السؤال الأولاني اللي بيبتدي بكلمة what بيجي بعديه فعل مساعد، لا إما is لا إما are لا إما do لا إما does. What is بتيجي مع he وshe، يبقى what is he she doing. What are بتيجي مع you أو they، يبقى what are you they doing. لكن أول ما لقى كلمة do و does ما ينفعش أحط doing على طول، لازم يبقى معها like doing، يبقى what do you like doing. For example على سبيل المثال what are you doing، رد علي قال لي I am drawing، I am drawing. What do you like doing، I like drawing. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ السؤال الأولاني what are you doing، أنت بتعمل إيه، فأنا برسم، لكن أنا بحب. لكن في السؤال التاني what do you like doing، ماذا تحب أن تفعل، I like drawing، أنا بحب الرسم. ده بالنسبة للquestion الأول وأداة استفهام زي كلمة what. لكن السؤال اللي قدامنا do you، ده بمعنى هل، بتأكد. Do you like والverb والing، do you like drawing، do you like listening to music. لو أنا بحب الحاجة فعلا أقول له yes I do، لو ما بحبهاش هقول له no I don't. دي كانت أول جزئية في الجرامر اللي بتتكلم على am is are like likes والverb والing. الجزئية النهاردة اللي بنتعلم، الجزئية التانية اللي احنا بنتعلمها the time الوقت. زي ما احنا شايفين قدامنا clock ساعة متقسمة، اللي مكتوب الأول 12 1 2، طبعا كلنا عارفين الأرقام. لو بصينا هنلاقي في خط مكتوب بالأحمر من أول 12 لغاية 6. طول ما أنا ماشي في الاتجاه دوت هستخدم كلمة باست، باست يعني و، طول ما الوقت في الزيادة يبقى هقول و اللي هي باست. باست من أول 6 لغاية 12، طول ما العقرب الطويل ماشي معاها يبقى هنبتدي نستخدم كلمة تو، تو إلا. دي أول حاجة. تاني حاجة هنلاحظ اللي هو مكتوب بالجرين الأخضر، أول ما الاقي العقرب اللي هو بتاع الدقايق المينتس عند 12 عند 12 اللي هو الطويل يبقى أو كلوك، أو كلوك بالظبط. أول ما الاقي واقف عند 3 3 اللي هي كوارتر، كوارتر ومكتوب تحتها 15 يعني الربع دوت عبارة عن 15 دقيقة. بعد كده هاف، أول ما يبقى عند نمبر 6 يبقى هاف، هاف يعني ايه؟ نص. لإما 30 minutes 30 دقيقة. طيب نركز بقى في اللي جاي اللي هو الامبورتنت بالنسبة لنا المهم، how to read the time، ازاي تقرأ الوقت. بس قبل ما نقرأ الوقت نشوف احنا بنسأل عن الوقت ازاي، بالطريقتين اللي قدامنا، لإما قول what is the time، what is the time او what time is it، what is the time او what time is it. طيب احنا عندنا ثلاث طرق للإجابة. أول طريقة لما بيكون الوقت بالظبط يبقى أقول it's، بعد كده 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 12 o'clock o'clock يعني بالظبط. ده لما يكون الوقت بالظبط. لما يكون عندنا الوقت فيه quarter ربع أو half نص، زي ما احنا شايفين it's quarter past، quarter past يعني we، احنا قلنا past يعني و، quarter past يعني و ربع. quarter 2 قلنا 2 يعني إلا، يبقى quarter 2 4 4 إلا ربع. half past يعني ونص، يبقى half past 6 6 ونص. دوت لما يكون العقرب الطويل عند quarter عند الربع بالظبط أو عند الهاف بالظبط. الطريقة الأخيرة لما يكون في دقايق، يعني احنا لو بصينا قدامنا عندنا الساعة 9:35 دقيقة، 35 دقيقة ولا كملت ربع ولا كملت نص ولا بالظبط، يبقى ابتدى استخدم النمبرز العادية، يبقى اقول ايه 9 اللي هي 9 35 يعني 35 دقيقة، 2:10 يعني الساعة 2:10. ده بالنسبة لجزئية التايم اللي هو الوقت. اخر جزئية عندنا في الاكسبلينينج اللي هي الفوناتكس الصوتيات، النهاردة بيدربني على الان جي مع بعض اللي هي بنطقها نج نج نج، زي sing sing، fishing fishing، king king، living living، playing playing، drawing drawing. والجزئية التانية الاس بي اللي احنا بننطقها sp sp، sports sports، space
space, spoiler, spoiler, spill, 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 spoon, spoon. ودي كانت اخر جزئيه في الاكسبلينينج في الشرح. بعد كده نخش على جزئيه الاكسرسايزز التدريبات. نمبر 1 اكسرسايز 1 ري ارينج رتب. زي ما احنا شايفين كله مبني على الجرامر بتاعنا. What you are drawing يبقى what are you drawing. لو بصينا مثلا for example على نمبر 5 don't collecting I like magnets. احنا اتفقنا ان كلمة I مرتبطة ب don't like يبقى I don't like. يتفضل لي بعد like بيجي الفيرب اللي اخره ing collecting magnets. ده كان exercise 1. بعد كده نخش على الاكسرسايز بتاعت البوك بتاع الكتاب. في نمبر 1 بيقول لي listen point and say. بيدربني على اللي احنا كنا لسه بنقوله. الاول طبعا الطفل بتاعنا بيبتدي يقرا زي playing sports, listening to music, collecting magnets. بعد كده في الاكسرسايز 2 بيقول لي complete the sentence عن طريق طبعا اللي احنا قرانا دلوقتي. الولد الاولاني بيقول لي he is. هنبص نلاقيه بيغني عشان كده كتب لي singing a song. نأكد على الـ ING. نمبر 2 بيقول لي I am. هنبص نلاقيه بيعمل ايه؟ بيستمع للموسيقى. يبقى I am listening to music. بعد كده الاكسرسايز الثاني بيقول لي complete the sentence with and or but. هنا طبعا معلش هوضح لكم النقطة دي كويس. هنا في and يعني و but يعني لكن. امتى نستخدم and وامتى نستخدم but؟ لما يكون جايب لي جملتين مثبتين يعني هلاقي هنا لايك وهنا لايك يبقى هنا هستخدم اند. لما الاقي لايك ودونت لايك يبقى هستخدم بات. زي اول واحده بيقول لي ايه اي لايك بلينج سبورتس انا بحب العب رياضه بات لكن اي دونت لايك كولكتنج ماجنتس. يبقى هنا هستخدم بات ليه؟ لان في اول جمله كاتب لي لايك تاني جمله كاتب لي دونت لايك. نمبر 2 هنلاحظ ان هو بيقول لي اي لايك تيكينج فوتوز وتحتيها I like drawing pictures. هنا قال لي I like وهنا قال لي I like يبقى هنا استخدم برافو and. يبقى لما لقي like like يبقى and. like don't like يبقى but. exercise 2 بيقول لي what do you like don't like doing draw and write using and or but. برسم اللي انا بحبه واللي انا مش بحبه وبعد كده بكتب الجمل باستخدام and و but. الاكسرسايز اللي بعده بيدربني على الكولرز. جايب لي اللايت يلو دارك بلو اورانج ريد لايت جرين. بعد كده بيقول لي كولر اند رايت لون واكتب زي اول واحده وحللها لي لايت بلو يبقى لون ازرق ايه فاتح. اكسرسايز 3 ريد اند كولر اقرا ولون. كولر ذا بادج البادج اللي هو البادج اللي هو بتاع الشرطه ده دارك بلو ازرق غامق يبقى مطلوب من الطفل ان هو يلون البادج دوت ازرق غامق. color the photo light blue لون الصوره ازرق فاتح يبقى هبص عند الصوره ولونها ازرق فاتح. بعد كده بيقول لي what time is it الساعه كام. listen read and complete اسمع اقرا وكمل. اول واحده هو حلها لي كاتب لي half past ونص تحتيه راح كاتب لي ايه قال لي it's half past two الساعة 2:30 أو it's 2:30 كتبها لي بالطريقتين باستخدام half past وباستخدام 30 اللي هي 30 دقيقة. اللي جنبيها بيقول لي it's quarter past nine الساعة 9:15 يبقى الساعة كام؟ تمام it's 9:15 الساعة 9:15 يبقى المطلوب مني أكتب الطريقتين. بعد كده listen read and draw اسمع واقرأ وارسم. طبعا الطفل بتاعنا بيقرأ بيقول لي it's 3:15 الساعة 3:15 يبقى بيبتدي يرسم الساعة بيبتدي يرسم العقارب بتاعة الساعة. بعد كده بيقول لي it's half past five يعني الساعة 5:30 يبقى يرسم الساعة 5:30. بعد كده بيقول لي circle the things with which the magnet attracts حط دايرة حوالين الأشياء اللي المغناطيس يقدر يجذبها. يعني أنا لو بصينا على البوتيل ينفع؟ لا ما ينفعش. طب سترينج الخيط ينفع؟ لا ما ينفعش. البيبر كليب ينفع؟ يبقى حط عليها سيركل. بعد ما بخلص الاكسرسايز ده بيقول لي look at the pictures in exercise 1 and sort.
بص على الصور اللي انت كنت لسه بتقراها دلوقتي وبتحلها وابتدي صنف. اتراكتس يعني بيتجاذب، زي قلنا البيبر كليبس، زي النيل يبقى نكتب النيل تحت بيبر كليبس. الناحية التانية بيقول لي doesn't attract، لا يتجاذب مع المغناطيس. يبقى ابتدي الحاجات اللي هي ما بتنجذبش للمغناطيس زي ايه؟ زي البوتل، الزجاجة، زي سترينج، الخيط، وابتدي اكمل الصورت بتاعي. بعد كده بيقول لي listen read and guess، اسمع واقرأ وخمن. A magnet has two poles، المغناطيس بيبقى له قطبين، north pole القطب الشمالي اللي هو حرف ال N، and a south pole وقطب جنوبي اللي هو حرف ال S. بعد كده بيقول لي the north pole attracts the south pole، they pull together. طول ما المغناطيس ناحية ال N وناحية ال S الاتنين بيتجاذبوا مع بعض، لكن both the same poles rebel، لكن نفس الأقطاب بتتنافر. يعني لو هنا N وهنا N بيتنافروا، لو هنا S وهنا S بيتنافروا. بعد كده بيقول لي listen and complete، بناخد الكلمات اللي فوق اللي هي north pole وbush وpole وribble ونحطها تحت الصور المناسبة ليها. بعد كده exercise 2 draw a line to show the poles which attract، اعمل خطوط على آسف الأقضاب اللي هي آسف بتتجاذب. يعني في number 1 عمل لي S و N طبعا بيتجاذبوا، طب number 2 عمل لي N و N استحالة يتجاذبوا، لازم يبقى ريبل. نمبر 3 بيقول لي find 3 things in the classroom which the magnet attracts، اكتب 3 حاجات موجودين في الفصل المغناطيس يقدر يجذبهم. بعد كده اخر حاجة اللي هي الفوناتكس، صوتيات. بعد ما بنحفظ الكلمات بتاعتنا بنيجي في exercise to look and complete the words، اكمل الكلمات اللي هي king، اللي هي speaking تتحدث، اللي هي living room، نبتدي نكمل زي ما هو عايز. اخر صفحة عندنا بيقول لي look read and trace، مطلوب من الطفل انه يمشي على النقط، وهو بيمشي على النقط يبتدي يقرأ. زي اول واحدة مثلا يقول لي the king is swimming، الملك بيه بيسبح. the spider is eating، العنكبوت بيأكل. the girl is singing in her living room، البنت بتغني في غرفة المعيشة بتاعتها. اخر اكسرسايز عندنا بيقول لي trace and color the exclamation mark، بيقول لي trace and color the exclamation mark، امشي بالقلم على علامات التعجب ولونها. اخر اكسرسايز عندنا complete the sentence with a period full stop a question mark or an exclamation mark، بعد ما تقرأ تحط لا اما full stop لا اما نقطة لا اما علامة الاستفهام لا اما علامة التعجب. بعد كده بيقول لي non-discrimination issues for people with special needs، بيقول لي الحاجات اللي هي الناس بتوع ذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة، بيقول لي امير، تاليا، ملك، وائل، كل واحد من دولت بنبتدي نعرف هو بيعمل ايه ونبتدي نكتب النيمز بتاعتهم تحت. يعني اول واحدة بيقول لي هاي ماي نيم از ملك اند اي جو تو سكول ان كايرو، اي لايك ماي تيتشر اند ماي كلاس فيري ماتش، ان ماي كلاس وي هاف فريندز هو نيد سبيشال هيلب، في الفصل بتاعنا في اصدقاء بيحتاجوا معاملة خاصة. امير كانت ووك، امير ما بيقدرش يمشي، بقى نبتدي نبص على اللي ما بيقدرش يمشي في الصور ونكتب اسمه. بعد كده تاليا كانت هير ويل، وتاليا ما بتقدرش تسمع. اند وائل كانت سي ويل، وائل ما بيقدرش يشوف كويس، يبقى هنبتدي نحط الاسماء بتاعتنا في الصور اللي تحت. بعد كده بيقول لي ريد اند جيس، ليس هيلب مور هيلب، الناس دي بتحتاج مساعده اقل ولا مساعده اكتر؟ طبعا مساعده اكتر، يبقى مور هيلب. بعد كده لوك اند ماتش، انظر وصل، مطلوب مني ان انا اقرا. اي كان جيت ذيس بوك فور يو، انا ممكن اجيب لك الكتاب دوت، هبص عندي في الليتر ايه في الصورة الاولانية اللي هو البنت اللي بتمد ايديها على المكتب عشان تجيب له الكتاب، فعشان كده كتب لي ايه. بعد كده بيقول لي listen and read، I am Talia, I use sign language، انا اسمي تاليا وبستخدم لغة الاشارة. to understand my friends، عشان افهم اصدقائي. this is how we say hello، احنا بنقول hello بالطريقة ديت. بليز، من فضلك. اند هاو ار يو، بيبتدي يعلمني الطريقه بتاعه الساين لانجويج اللي هي لغه الاشاره.
بعد كده بيقول لي complete the paragraph with the words بالكلمات اللي محطوطة ديت play, playing and what تبتدي تكمل الباراجراف. ودي كانت آخر حاجة مع بعضينا النهاردة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. يا رب تكون المعلومة وصلت وما تنسانوش بالدعاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.